الحمد لله حنا كنشريو الغنمي ب 128 درهم حتى 130 درهم. دونك شحال غنبيعو للناس؟ نبيعو 130 خصنا نبيعو 140 على الاقل، هذيك 10% راه ما كايناش. وهادشي ما دارش كثير على الناس، داكشي اللي خلى الناس دابا تحب الساعه والناس ما كيجيوش يتقداو. كاين العزوف على اللحم، فين هو بالك شي لحم؟ مازال ما كاين لا لحم لا والو. واللحم اللي قالوا كيجيبوه غيجيبوه كونجولي. والناس عندنا المغاربه راه كنعرف الطبع ديالهم، باش لهم اللحم فيه الدم وسيره ما كياخذوش اللحم. الكونجولي ما نظنش يتقبلوه الناس، الاغلبيه ما يتقبلوش. هذاك راه داخل ديك الكبده 50 درهم، ولكن راه ماشي. انا بعدا محلي ما كنجيبهاش لي، ما ناخذهاش وما نجيبهاش لله، ما عرفنا واش حلال ولا حرام. وجايه ديجا هي مكونجليه من شو الطريق ما بيننا والميريكان، شحال ديال الطريق وجايه مكونجليه، عاد كتجي كونجليه وكتعطيها لعباد الله. راه الناس اللي مكلفين بهذا الشيء الله يديهم وصافي، ما كاين شيء. ثمن اللحم طالع ما كاينش. هذاك هما غيجيبوه بارخص الثمن ويجيبوه يبيعوه للناس ب 80 درهم، ولكن بحال جبتي الحاجه قليله راه خصك توصل للناس ب 50 درهم 60 درهم باش دير الدريوش حتى هو ياكل. دابا الدريوش مسكين ما بقاش كيشري اللحم، كتبان لي رابعه ب 40 درهم 35 درهم باش غيشري فيها، باش ياكلها هو يعطيها لولادو. الله يكون في العون. مازال ما توصلنا بتا حاجه، مازال ما كاين حتى شي حاجه. الناس مالين داكشي اللي مقابلينو راه هما اللي غادي يفرزوا فيه ما بغاو. هادشي اللي كاين. ودابا حنا لقيتي شي حاجه قدامك عيب عندنا، الا كانت شي حاجه لقيناها في المطار وما جناش نبيعوها انا. حنا بغينا الدرويش ياكل، يجيبوا اللحم مذبوح فري من تما ويجيبوه لينا يخدموه، ماشي مشكل، ويكون ذبيحه حلال. حنا كنجريو ونطيحوا ونوضوا على الحلال، ولا بغاو يتقلدوا هما راه هما يتقلبوا. هادشي ماشي مشكل.